السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله عندنا فيديو مهم بزاف في الدورة ديالنا اللي غنجاوبوا فيه على عدة محاور مهمة ورئيسية. أشنو غنبيع؟ منين غنشري السلعة؟ وكيفاش غنتشطر ونشري بثمن رخيص؟ قبل ما نبداو ما تنساوش خوتي دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. إذن على بركة الله، أشنو غنبيع؟ صراحة خوتي هذا السؤال كيختلف من منطقة الأخرى وكيختلف كذلك من فصل الآخر. لذلك أخي الكريم قبل ما تشري منتوج وتخدم عليه فخصك تدرس مزيان السوق، تشوف المتطلبات ديال الناس، تشوف نوعية ديال المنتوج اللي كيحل لنا شي مشكل، وتشوف كذلك الثمن المناسب لك على حسب البودجي أو رأس المال اللي عندك. ثانيا منين غنشري السلعة؟ اكبر سوق عندنا في المغرب كاين في الدار البيضاء. غنوريكم بعض المناطق اللي غادي تقداو منها بثمن الجمله وكذلك بجوده عاليه. الى خديتي الحافله من اي مدينه مغربيه غتحطك في محطه ديال ولاد زيان، من بعد عندك 10 ديال الدقائق على رجليك، ما تاخذ لا طاكسي لا والو حتى توصل المحطه نتاع افريقيا. من بعد غتشد هذا الشارع اللي هو شارع محمد السادس، هو اللي فيه جميع القصريات والمحلات اللي غنحتاجوهم. غتبدا بقصريه اخماسي او الحفاري اللي هي مركز البيع، وفي الطريق غتلقى هذا المتجر الخاص بالالكترونيات. ثم قصريه عزيزه، ثم درب السلطان، وصولا الى كراج علال الغني عن كل تعريف. هذا كراج علال بوحدو فيه اكثر من 3000 محل اللي كيعرض جميع المنتوجات اللي تقدر تخدم بها. وفي الطريق تلقى قصريات اخرين بحال قصريه رزق وقصريه العطار. واللي جميل في هذا الشارع محمد السادس هو انه فعلا مركز تجاري كبير بزاف ومجموعين فيه جميع المحلات والمتاجر، يعني ما عندك فين تبقى تدور وتزيد تخسر فلوس ترونسبور. دابا كيفاش غنتشطر في الثمن وما يقلبونيش الجماله؟ خاصك تعرف صديقي بان الربح في الشراء وليس في البيع. اذا باش ما شريتي برخه كيكون هامش الربح اكبر. لهذا اخواني كنصحكم نمشيو المره الاولى للسوق باش تشوفوا المنتوجات اللي كتباع واللي فيها اقبال وما تحاولوا تشريو والو. من بعد ملي تلقاو المنتوج اللي بغيتو غادي ترجع للمنزل ديالك وتدير دراسه شامله على المنتوج، تعرف الثمن المميزات العيوب، باش ملي تكون تتهضر مع البائع جمال يعني تكون انت ملم على هذا المنتوج، وبالتالي ما غاديش يقنطر عليك وما غاديش يجلكش الثمن اللي كبير بزاف. وباش تعرف الثمن باش تحط المنتوج ديالك ما عليكش سوى تشوف المنافسين ديالك بالدرجه الاولى، وكذلك تشوف يعني الاسواق الاجنبيه كعلي اكسبريس، بانجود، جيربيست. اللي ما عارفش كيفاش يشري من هاد المواقع يحطها في تعليق، من بعد نحاول نوريكم كيفاش تعاملوا مع الشناوه وكيفاش تجيبوا السلعه بالجمله وبلا ديوانه. من بعد احنا لقينا المنتوج وحددنا الثمن ديالو، غنشوفوا المنافسين ديالنا في الفيسبوك بشحال حاطينو للبيع باش نقدر نعرف واش غنربح فيه ولا غادي يكون الثمن ديالو مقارنه مع البيع ما فيهش الربح. الخطوة الموالية هي غنرجع للسوق وعندي واحد الثمن تقديري لهذا المنتوج والثمن اللي الا شريته به ما غاديش نكون خاسر. اما بالنسبة لثمن الارسال فهو ثمن متفق عليه، يعني 20 درهم لكل كولية يعني كارتونة. وباش ما طولتي المعاملة مع هاد الموزعين تقدر توصل الكولية حتى 10 درهم. فأهم نقطة اللي بغيت نشير لك لها اخي الكريم هو انك خاصك تبني واحد العلاقات مع الموزعين، البائعين تاع الجملة، وكذلك المشترين ديالك، لان هذا الميدان هذا تيبغي واحد العلاقة الكبيرة باش تقدر تطور من هنا لقدام. اذا هذا الشيء اللي شرحت اليوم بغيتكم تفهموه مزيان وتحاولوا تطبقوه وان شاء الله ما غيكون غير الخير. وكيف ديما خوتي الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وبارطاجيوه مع خوتكم لتعم الفائده. وان كانت هذه اول زياره لك للقناه ما تنساش الدعم ديالنا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك الجديد اول باول. وان شاء الله كنوعدكم بان الدروس القادمه غتكون غنيه وغنيه جدا، لذلك خليكم على القرص خوتي ودمتم في رعايه الله.